إذا نشكر زميلتنا شروق الشكري على هذه التغطية، وأيضا مجموعة مراسلي طبعا مؤسسة دبي للإعلام المنتشرين في أروقة هذه القمة العالمية الاستثنائية وهذا الحدث العالمي المميز جدا. معنا الآن في الاستديو السير ديفيد أجاي، معماري المتحف الوطني للتاريخ الأفريقي. أهلا وسهلا بك، بداية حدثنا عن تواجدك في المنتدى العالمي للقمات الحكومية. بداية شكرا على استضافتي. لقد ناقشت موضوعا أساسيا وهو المتعلق بقطاع الابتكار وكيف يؤثر على المدن. لقد تواصلت مع عدد كبير من وزراء الثقافة وركزنا على هذا الموضوع. سير ديفيد، أود أن أقتبس ربما من خبرتك، أنت يعني معماري لمتاحف كبيرة كانت في دول العالم، ما عند دخولك إلى دبي ومشاهدة هذه البنايات والأبراج وناطحات السحاب كلها، ماذا شعرت؟ أنا أزور دبي منذ 20 سنة وقد شاهدت تطور هذه المدينة وهو تطور مذهل ومتميز. هذه المدينة أصبحت مدينة ناضجة وناطحات السحاب جعلت منها دولة مدينة القرن 21. أنا أتطلع قدما لمستقبل هذه المدينة ونموها. مشاهدينا الأعزاء، جولة لسيدي صاحب اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وهو يأخذ جولة في أروقة هذه القمة العالمية للحكومات 2022. سمو ولي عهد دبي حريص على متابعة تفاصيل هذه القمة بمختلف مجرياتها ومختلف جلساتها وأيضا مؤتمراتها الاستثنائية. بالعودة إلى ضيفنا السير ديفيد في الاستوديو، نرحب بك مجددا ونتحدث هنا عن التغير المعماري لأشكال المدن. طبعا أنت كان عندك مشروع مشترك ما بين الإمارات أو إمارة أبوظبي تحديدا وتعمل عليه، لو تحدثنا عن هذا المشروع الذي تعمل عليه في إمارة أبوظبي. أنا أعمل على مشروع مميز جدا بالنسبة لي وهو إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، سيكون الأول من نوعه عالميا وسيكون في دولة الإمارات. هذا البيت الذي يأتي بالأديان الإبراهيمية سيكون لدينا مسجد، كنيسة وكنيس ومتحف أيضا يتحدث عن القصة المشتركة بين الأديان الإبراهيمية، وسوف فعلا يكون مكانا لكل السياح والمواطنين والزوار. أنا متحمس جدا لهذا المشروع، وهذا المشروع سيستقطب أهمية كبيرة عالميا. دولة الإمارات دائما نضع شعار التسامح والتعايش، والآن نعيش هذه التجربة من خلال مختلف طبعا الأديان الموجودة على أرض دولة الإمارات. أيضا هذا المبنى وهذا الصرح الذي بيكون أيضا مظلة لهذا الشعار لنرفعه دائما في دولة الإمارات، دولة التسامح والتعايش والسلام. يعني رسالة سلام إلى كل العالم من هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن سير ديفيد، أود أن أسألك عن المتحف، متحف المستقبل، هل قمت بزيارته ولا ما زلت لم تزره؟ بالنسبة إلى متحف المستقبل الجميع يتحدث عنه، وكنت بالطبع من بين الحاضرين للجلسة الخاصة بأفضل 100 قائد في العالم، وأنا أتيت إلى هنا مع عائلتي. سوف أقوم بزيارة المتحف، ولكن أعجبتني فكرة هذا المتحف الذي يتحدث عن المستقبل ويركز على المستقبل، لأن المستقبل معقد جدا والكثير من المواضيع المرتبطة بالمستقبل، وعلى الجميع فعلا أن ينتهزوا هذه الفرصة لمعرفة ماذا يتضمن هذا المستقبل، الذكاء الاصطناعي وغيره. فمن المهم جدا أن نعرف بهذا المستقبل لزوار هذا المتحف. السير ديفيد، كيف كونك مختص في الجانب المعماري التاريخي، كيف ستطور من نفسك وستطور من مهاراتك لتكون أيضا صانع مستقبل؟ الآن نحن في دولة الإمارات وفي هذه القمة نبحث شؤون المستقبل، نبحث شؤون البشرية، نبحث هذه الخيارات ولكن بأفضل الأسعار. فنتحدث عن مجال اختصاصك، كيف يمكن أن نطوره في مجال المستقبل؟ Wow, you know, thank you.
بالنسبة لي الهندسة كناية عن فن بتطور مستمر. هذا الفن الذي يفهم التكنولوجيات ويستخدم التكنولوجيات الحالية. المهندس من قبل كان يحمل الورقة والقلم، ولكن اليوم نحن نستخدم الحواسيب، تقنية ثلاثية الأبعاد، طباعة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي نستخدم التكنولوجيا لجعل من الهندسة أفضل وأفضل للعالم. أنا في عملية تعلم مستمرة. أنا عندما كنت طفلا طالما رغبت أن أتعلم، وتعلمت من الثقافات والدول المختلفة. من المهم جدا أن نتعلم أشياء جديدة لكي نحسن من هندستنا، تكون جديدة وذات صلة للجيل الشاب. نعم سير ديفيد، يعني العالم الآن يتجه إلى الاستدامة، هل يسهل تطبيق مفهوم الاستدامة في الفن المعماري؟ الاستدامة هذا المصطلح مهم جدا في أوقاتنا هذه جراء أزمات المناخية. الهندسة مهمة جدا في تحقيق الاستدامة في المستقبل، ونحن نفكر بمدى أهمية استهلاك أقل للطاقة، المحافظة على كوكب الأرض وبيئة ذكية تساعدنا على طريقة تفكيرنا بهذا العالم. يصعب علينا أن نعمل على الماضي وأن نفكر بالهندسة المستخدمة في الماضي وتجسيدها بطريقة ذكية، فإن الهندسة تستهلك الكثير من الطاقة. نعم علينا أن نفكر بحذر أكثر حول العالم الذي نصنعه في للمستقبل. هناك الكثير من التكنولوجيات الجديدة والمواد الجديدة والطرق الجديدة للنظر إلى هذا العالم التي تقدم لنا، وبإمكاننا أن نستخدمها لتحقيق الاستدامة. سيكون العالم أكثر ذكاء لأطفالنا في المستقبل، وبالطبع نحن نرى هذا اليوم، وأعتقد بأن المستقبل زاهر. جميل. السير ديفيد أجاي، معمار المتحف الوطني التاريخي الأفريقي، شكرا جزيلا لك.